مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. شارك شيرو عمارو ستوريهات على انستغرام وقت تواجده بالمستشفى، وذلك لعمل تشخيص على ايده، وظهر انه معه كسور على مستوى الايد، ولم يذكر شيرو السبب لحد الان، فدعواتكم له بالشفاء العاجل. اما غيث مروان، ومن بعد ما شارك الفنان تامر حسني ستوري على صفحته على انستغرام، ظهر فيها غيث وشلة دبي وهم عم بيغنوا اغنية من اغانيه، وعلق بي تحية لشباب الجزائر. رد غيث مروان بستوري وعلق من خلاله شكرا وائل كفوري. اعتبر البعض الرد تقليل من الاحترام للشعب الجزائري، ولاقى عدة انتقادات. لا يطلع ويرد على هالانتقادات بهالستوري. هذا الستوري بس التوضيح مشان ستوري تبع تامر حسني. في ناس عم تهاجمني انه الجزائر تعيش راسك، انا ما حكيت شيء عن الجزائر. الجزائر على عيني وراسي وكلكم على عيني وراسي. انا يس بالضبط، انا ما سمعت بس قلت يس. اما اسامه مروه فرح يرجع بفيديو جديد على قناته على يوتيوب، فنشر هالستوري اللي علق من خلاله بي الهدوء ما قبل العاصفه. وبالحديث عن غيث مروان واسامه مروه، فظهروا قبل شوي ومن بعد غياب واخيرا مع بعض، من بعد ما طلعت اشاعات كثيره زعم فيها البعض انهم على خلاف، حيث ظهروا في احدى استديوهات بدبي، والظاهر عم بيصوروا لفيديو جديد بحضور عدد كبير جدا من اليوتيوبرز اللي من بينهم لانا ولين ونور مارو احمد النشيط وانس وبيسان ورند وجودي دلاتي ورغود وغيرهم كتير. فشو رأيكم عم يعملوا كلهم مع بعض؟ ايه برو، يعني بحياتك ما لبست احمر؟ هلا جاي تلبس احمر؟ بالله عليك انت روح غير، استغفر الله لك. هاي انت عبيط يا ولد، هاي ما بتلبس هيك. كيف؟ يلا انا يا فشف لالا ناولين ومع غيث مروان بهالستوري. انتوا بكل لعبه بدكم تقعدوا جنبي؟ ايه شوف مشان خسرك، يعني مش بخسرنا اخوك هلا دورك. اخوك عيدي؟ مشان فوزك بنحبك، مشان مخسرتك انت لخسر وواحد. مش حارفعك بالتيك توك، ها؟ اصور معك تهديد هذا اعتبريه. اما قمر الطائفة غابت اليوم وما تفاعلت على السوشيال ميديا، بل اكتفت بنشرها لها الستوري وعلقت بي اليوم صحيت مريضة وتعبانة شوي، فسوري اذا ما قدرت اتفاعل، فدعواتكم لها بالشفاء العاجل.